مع المخرج حسن الأباسي ومسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة. نقول ألو. الو أهلا بحضرتك معانا، وأول مرة أكلمك، ولكن سمع كلام حلو قوي عن المسلسل مع تاني أيام رمضان. يعني إحنا لسه بنحاول نركز ونشوف هنتابع إيه ومش هنتابع إيه، بس ملف سري أنا سمعت عنه كلام كله فيري فيري بوزيتيف لغاية دلوقتي. الله خلصته يبارك ولا فيك. لسه؟ لسنا ان شاء الله اسبوع او 8 ايام ان شاء الله حلو قوي. ده طبعا في ده اول التناول. تعامل مع هاني سلامة. اول تعامل مع هاني سلامه واول تعامل مع شركه كبيره، شركه فنون مصر. والحمد لله يعني كانت بدايه تجربتي معاهم، كانت البدايه الاولى معاهم ومع نجم زي النجم هاني سلامه وباقي النجوم اللي في المسلسل الحمد لله. قول لي بقى، في صعوبات واجهتك يا حسن؟ اكيد ايه كتير. بقى الصعوبات اللي واجهتك، وايه يعني كلمني عن الصعوبات اللي واجهتك، لان انا عارفه ان السنه دي تحديدا رمضان ده الناس، انتوا دخلتوا بدري شويه بس معظم الناس دخلت متاخر. مش بدري للدرجة، دخلنا كلنا يعني كلنا بالتتابع، كل المسلسلات تقريبا بدأت في يناير، ما بين شهر يناير لأول شهر اتنين. احنا كنا تقريبا في أول أسبوع من يناير يعني بدأنا الحمد لله. الصعوبات بتبقى اللي واجهتني شخصيا في المسلسل، هو مسلسل ضخم جدا كعدد لوكيشنز كدراما، ان انت بتفردي كذا خط مع 26 ممثل نجم في كل الادوار، فده مع الوقت المتاح قبل رمضان بيبقى صعب جدا تقدري تعملي كواليتي، تقدري تعملي تتبعي خطوط الدراما في الوقت الضيق اللي قبل رمضان، انت فاهمه طبعا طبعا صعب بيبقى جدا. الموضوع عامل ازاي. وكمان دي تجربتي الاولى في الدراما، حاجه طويله يعني، انا كنت بخرج حاجات دوكيومنتري قصيره قبل كده، فكنت بحاول طبعا ان انا نفسي. اعتقد دي اول تجربه ليك خالص مش كده؟ اول تجربه ليا في انا اصلا ارت دايركتور يعني كتواجدي في ايه اللي السوق خلاك تميل الى الاخراج؟ والله هو من زمان ايام كنت في معهد السينما، حتى مشروع تخرجي انا اخرجته والحمد لله كان له صدى ساعتها وتوجهت للموضوع، بس انا من الاول وانا داخل المعهد كنت مقرر ان انا اخش قسم هندسه مناظر عشان كنت مغرم شويه بشادي عبد السلام. اوكي، ده مين المخرج اللي كنت بتحبه قوي او اللي اثر فيك؟ والله كتير يعني، من القدام شادي عبد السلام، استاذ يوسف شاهين، مصطفى العقاد، من الجداد استاذ مروان حامد، استاذ شريف عرفه طبعا مع اختلاف الاعمار، وفي شباب كتير يعني سبقوني كام سنه برضو كنت بحبهم بحب شغلهم يعني في كتير. طب قول لي ايه المختلف والجديد مع ملف سري لهاني سلامة؟ يعني هاني سلامة كان موجود السنة اللي فاتت واللي قبلها طبعا، ايه الجديد بقى السنة دي يعني قول لنا كده؟ الجديد ان احنا بنحاول نعمل دراما متنوعة شوية، ان ما نعتمدش على فكرة يعني، دايما الحاجات اللي تبقى اكشن تبقى معتمدة على فكرة البلوف في الواحد، وانس ان هو خلاص انت كشفتيه فتمام عرفتي، فبيبقى قدرتك على اعادة متابعة المسلسل تاني قليلة. مظبوط بالظبط، فاحنا حاولنا ان احنا نفرد اكتر من لاين يبقى حلو ومشوق ما بين الرومانس ما بين الدراما الحياتيه كالعائلات وصراع العائلات والاباء وما يفعله الاباء مع الابناء، والتعرض للفتره اللي كانت بتعيشها مصر في 2013 من فساد والضغط على السلك القضائي في الفتره دي في عمل واحد، فده طبعا يعني ده جديد وفي نفس الوقت ضخم وصعب علينا قوي في تنفيذه يعني. بس الحمد لله يعني لحد الان صدى الموضوع عند الناس نوعا ما الحمد لله كويس. انا بقول لك يعني انا النهارده لسه بقول لك تاني ايام رمضان والمسلسلات كتيره جدا، ولسه الناس حتى مش عارفين اني مسلسل بيتعرض فين، يشوفوه امتى، فاهم يعني؟ لسه الناس مش عارفين يمسكوا رمضان من خلال الدراما لسه برضو يعني، لسه ده بدري قوي برضو ان احنا نحكم. ولكن النهارده من خلال المسلسل بتاعك عايز اعرف، اول مره قابلت فيها هاني سلامه قلت له قال لك ايه؟ وانت بتحب شاهين وهو اشتغل مع شاهين، فاكيد كلمته عن يوسف شاهين وانا بحب شاهين. ده حقيقي ده حقيقي، احنا اتكلمنا شويه عن الموضوع، كنا في مكتب مستر المنقر، بحب اشكره جدا واستاذ محمد محمود عبد طبعا على الفرصه دي على دعمهم، لان دعمهم كان يعني اكثر من العادي بصراحه يعني. اي منتج تاني يعني، واحتضنوني جدا في اول تجربه والحمد لله انا تجربتي الوقت كانت معاهم. رجعت قابلت استاذ هاني في مكتب مستر ريمون، اتعرفنا على بعض واتكلمنا، وطبعا ابتدينا نتكلم في بدايه كلامنا عن مستر شاهين رحمه الله عليه يعني،
ويعني انا اول حاجه قلتها له قلت له اوعدك ان انت مش هتندم على الثقه اللي اديتها المخرج شاب جديد زي ده. اول حاجه انا قلتها له جميل. يعني الحمد لله. ولسه كنا بنتكلم النهارده في الموضوع ده انا وهو يعني هو مبسوط هو مبسوط. طب كويس، سلم لي عليه بقى جدا لان هاني صاحبي قوي 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 بجد، وبالتوفيق. وعايزه اعرف يعني عايزه اخد منك اي يعني حاجه في الايام اللي جايه، نستنى ايه في ملف سري؟ هو 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 للاسف مش هقول لك مش هقدر احرق الكلام ده، لا بس هو مش حاجه معينه يعني. هو المسلسل مش معتمد على البلوف الرئيسي، بس اللي هقدر اوعدك فيه ان كل حلقه اشد من اللي قبلها. يعني النهارده كانت اشد من الحلقه بتاعت امبارح، بكره الحلقه الثالثه في مفاجاه، الحلقه الرابعه حلقه دراماتيك قوي قوي. وهنفضل ماشيين كده ان شاء الله بتتابع كل شويه، بتكتشفي الغاز وبنروح شويه للرومانس نروح شويه للدراما اكتر يعني. شفت هاني سلامه كممثل ازاي؟ بصي هاني سلامه، انا لما قررنا السنه دي نشتغل انا كنت مقتنع، عندي قناعه شخصيه ومستر ميمون يعني كان عنده نفس القناعه الحقيقه، ان هاني عنده جواه نضج ومساحات تمثيل كتيره كبيره جدا، ولكن لسه يعني لسه ما كانش جات جيل ورق او الفرصه اللي تبين ده بشكل قوي. اعماله اللي فاتت كانت ناجحه جدا، بس انا كنت حاسس ان هو محتاج شويه يروح للتنويعه دي، لو حاجه دراماتيك اكتر، حاجه فيها تقل اكتر شويه. بصراحه الورق اللي عامله محمود حجاج المؤلف ساعدنا جدا 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 على ده بصراحه، عامل ورق محترم. وده اصعب حاجه في المشروع هو بيكون الورق، انك دايما تلاقي حاجه مختلفه وبره الصندوق. بالظبط، لا كان بره الصندوق جدا، والخطوط متشابكه بطريقه سلسه وحلوه، والدنيا لطيفه جدا، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني اغلب الناس بعد قرايه الحلقه الاولى الممثلين يعني كانوا بيتشجعوا وبيتحمسوا ان هم يمضوا العمل ويشتغلوا على طول. لا ده حاجه مشرفه بجد، وبالتوفيق ليكوا. وهل هتبقى حريص او في مسلسل معين حريص انك تتابعه غير مسلسلك في رمضان ده؟ والله انا بحاول. لا دلوقتي اكيد مش هتعرف ومش هتلحق، بس يعني بعد كده في حاجه معينه عايز تتابعها؟ الاختيار طبعا يعني، والمشوار محمد ياسين طبعا. دول اكتر اتنين بصراحه يعني مهتم جدا 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 ان انا اشوفهم. المشوار كمان حلو قوي يعني، من اول مشوار، من اول كادر، من اول فريم بتحس بوجود محمد ياسين. مود مختلف، واستاذ محمد ياسين يعني مفيش اي كلام على 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 جوده الاعمال اللي هو بيقدمها الحقيقه. صح مظبوط. أستاذ حسن بجد مبسوطة أني كلمتك مع أول تجربة درامية بجد، وإن شاء الله نتقابل هنا في الاستوديو، وبقول لك بالتوفيق، وسلم لي على كل الكرو وكل الكاست، وبالتوفيق ليكم كلكم، وإن شاء الله ما يكونش آخر مسلسل، وعايزينك في السينما أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. عندي بس نوتس صغيرة عشان هو الاسم صعب شوية. وحسن البليسي. البليسي أوكي. أوكي هو صعب فعلا، وقت بقى على معلش ما حاولتش تغيره. مستر ريمون اقترح عليا الحقيقه بجد، يعني ممكن تسميه حسن ريمون مثلا زي ما كانوا بيعملوا زمان، فاهم؟ حسن ريمون يعني زمان كانوا بيعملوا كده. لا كل واحد بيحب يحتفظ باسمه بجد، ده اكيد. استاذ حسن البليسي. بحب اوجه له الشكر تاني في اخر المكالمه. فعلا 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 هو فنون مصر، وبجد بجد يعني بشكرهم من كل قلبي يعني. وسلمني على محمد عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز طبعا. حاضر. اوكي بشكرك. حاضر. جدا. ميرسي جدا يا استاذ انجي. كل سنه وانت طيب. باي باي. انا خليك. باي باي.